والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بيكم يا شباب، معاكم عبد الرحمن، ومكملين سلسلة احتراف برنامج الإكسل من البداية، المستوى المبتدئ. دي الحلقة الثانية. طبعا احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت على الأساسيات الخاصة بالبرنامج وازاي ان احنا نتعامل مع المعادلات والدوال الأساسية زي سم وماكس ومن وأفريج، وهنكمل ان شاء الله النهاردة حديثنا على مهارات جميلة جدا في الاكسل. يلا بينا نشوف مع بعض. طبعا كنا شفنا شباب مع بعض المرة اللي فاتت ازاي ان انا اقدر اجمع واطرح واضرب واقسم، وكمان لو انا عندي مجموعة ارقام ازاي ان انا اعدها. لو انت ما شفتش الفيديو انصحك انك تشوف الفيديو اللي فات علشان تقدر تكمل معايا السلسلة. انا دلوقتي عندي ارقام، الارقام دي بقدر اعدها بمنتهى السهولة من خلال دالة الكاونت زي ما شفنا قبل كده. طيب لو انا جيت دلوقتي علمت وسحبت ودوست انتر هلاقيه عدلي الارقام. طب لو انا عندي بقى اسماء، يعني لو انا مثلا كتبت عبد الرحمن وعندي مجموعة اسماء تانية، هبقول لكم لو جيت سحبت لتحت كده جت الاسماء دي منين، لان الطبيعي عندك لما تيجي تسحب الاسم هيتكرر هو هو، مش عايزين نسبق الاحداث. فلو انا عايز اعد الاسماء دي يا شباب هعدها بدالة الكاونت، هلاقيها ادتني ايه؟ بص كده، لو انا قلت له كاونت على الاسماء دي هلاقيها ادتني صفر. طيب لو انا عايز اعد اسماء بستخدم دالة اسمها الكاونت ايه، يعني انا عملت دلوقتي سي او يو، واختار من هنا كاونت ايه، هقف عليها كده واضغط عليها مرتين بالماوس دبل كليك شمال، او ممكن ادوس على زرار تاب من الكيبورد. تمام، اهو اضغط كده دبل كليك واعلم على الاسماء وهدوس انتر. حد هيقول لي طيب انت ليه ما اخترتش داله الكاونت ايه من الدوال اللي موجوده في الاف اكس او الجزئيه الخاصه بالاوتو سام اللي انت وريتها لنا هنا؟ هقول لك دلوقتي، لو انا جيت فتحت هنا مش هلاقي عندي داله الكاونت ايه. طيب علشان اوصل لها هوصل لها ازاي؟ هضغط على حاجه اسمها مور فانكشنز. لو انا ضغطت على مور فانكشنز هنا هو بيطلب مني ان انا اكتب وصف للداله اللي انا عايزها، فانا هاجي هنا وهقول له كاونت ايه، ده لو انا مش شايفها من ضمن الدوال اللي موجوده، هي موجوده عندي هنا، ممكن انا اضغط عليها دبل كليك واعلم على الاسماء، ولكن انا بقول لك لو تحسبا يعني انك ما لقيتش الداله، لو ما لقيتش الداله من المور فانكشن مكتوبه في الموست ريسنتلي يوزد او الدوال الاكثر استخداما، انت ممكن تكتب اسمها فوق هنا، تكتب كده كاونت ايه، بعد كده تقول له جو، هيجيب لك الداله، يبحث لك عنها في الدوال، وتضغط عليها دبل كليك مرتين يعني، وتبدا تعلم على الاسماء وتدوس انتر. في كلا الحالتين يا شباب هو عد الاسماء، ولكن انا طالما كده كده هكتب فانا مش مضطر ان انا ابحث او ادور على حاجه، انا كل اللي انا هعمله هعمل اليو ساي، وبمجرد ما بكتب اول حرفين ثلاثه من الداله هلاقي ان هو بيجيب لي كل الدوال المرتبطه بالحروف دي، اختار منها اللي انا عايزه. معاك الطريقه دي ومعاك الطريقه الثانيه خاصه بالبحث، والاحسن بالنسبه لك اشتغل بيه، وانا برشح لك طريقه الكتابه هتعرفها بالممارسه وهتزود معاك الحصيله الخاصه بالمعادلات والدوال اللي انت شغال عليها. كنا اتكلمنا المره اللي فاتت على الفرق ما بين البوردر والتيبل. في مجموعه خصائص مميزه جدا يا شباب النهارده ان شاء الله عايزين نتكلم فيها خاصه بالجداول. ايه يا ترى المميز والمختلف واللي بيخلي الجداول شيء ضروري ان انا اشتغل بيه؟ لو انا طبعا حبيت ان انا اعمل جدول من قائمه انسيرت هختار تيبل، او ممكن في اختصار من الكيبورد تضغطوا عليه كنترول تي. تمام، الاختصارات دي كلها هنتكلم فيها ان شاء الله بالتفصيل في فيديو جاي باذن الله. طبعا هنا بيقول لي وير الداتا بتاعتك، انا هقول له الداتا كده كده انا معلم عليها. طبعا هو بيقول لي هل الجدول بتاعك ليه هيدر، ليه عنوان يعني. طبعا مش هعلم على العلامه اللي فاتت دي عشان انا الجدول بتاعي ما كانش له عنوان وهو يحط لي عنوان. ايه المميز في الجدول؟ حاجات كتير جدا جدا جدا. زي ايه؟ يعني لو انا جيت هنا مثلا كتبت يا شباب الاسم، وجيت كتبت مجموعه اسماء زي كده، وابتديت ان انا اشتغل دوال، هقول لك دلوقتي على مجموعه خصائص هتلاقي ان الموضوع هنا موضوع عامل زي السحر بالظبط. في ايه بالظبط؟ يعني دلوقتي كتبت كده اي مرتبات زي المرتبات اللي انتوا شايفينها دي، وهاجي اسحب لتحت علشان اكرر ويسيب كل مره 1000 زي ما احنا تعودنا. عايز اجمع الارقام الخاصه بالكولوم ده. تمام، طبعا هنا بقى انا ابتديت ان انا اعلم علشان اكرر الكلام ده هنا، انا مثلا هكتب الحوافز وهكذا.
من غير يا شباب ما استخدم الدوال، انا عندي من قائمة تيبل ديزاين، لاحظ ان في قائمة هنا اسمها تيبل ديزاين. القائمة دي ظهرت منين؟ اول لما وقفت جوه الجدول، او اول ما عملت جدول. لو انا وقفت بره الجدول هلاقي القائمة اللي فوق دي اختفت. اول لما هقف جوه الجدول هلاقي القائمة دي ظهرت. القائمة دي هي اللي فيها خصائص الجدول. اول حاجة طبعا بعيدا عن موضوع الالوان والتنسيق والتنوع الكبير جدا ان هو اللي هو مديهولك في الجزئية الخاصة بالالوان، انا عندي خاصية هنا اسمها توتال رو. الخاصية دي خاصية مميزة جدا، بمجرد ما بتعلم عليها علامة صح بيظهر لك تحت هنا التوتال. طب هل هو بيظهر التوتال بس والاخر عمود؟ لا، انت اخر صف موجود عندك تحت هنا، اخر صف موجود عندك تحت هنا موجود فيه الدوال والحاجات الاساسية بتاعتك. ازاي يعني؟ لو انا جيت فتحت السهم ده يا شباب واخترت مثلا الافريج، لاحظ ان هو جاب لي المتوسط الخاص بالارقام في ثانية، من غير ما اعلم، من غير ما اختار دوال ولا حاجة. انا كل اللي عملته بفتح وبختار، وليكن مثلا ماكس، اختصار ماكسيمم، هيجيب لي اعلى رقم هنا، واللي لو غيرت من قيمة الارقام هلاقي اوتوماتيك بيغير معايا من قيمة اعلى قيمة تحت عندي هنا. الجميل والمميز برضو ان مع التنوع ده، انا طبعا عندي هنا حاجة اسمها الستاندرد ديفيشن، الانحراف المعياري، والفاريشن او التباين، ودول دوال خاصة بالاحصاء، وكنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات ان مش ضروري ان انا اعرف كل دوال الاكسل. هنا اكتر من 1500 دالة انا مش مضطر ان انا اعرفهم، ان انا مش محاسب ومهندس ودكتور ومزارع في نفس اللحظة. طيب انا بدرس الدوال اللي هتساعدني ان انا ادي عملي بكفاءة، واللي ان شاء الله بفند لك وبعمل لك سلسلة خاصة بكل وظيفة، وهنتكلم عنها ان شاء الله في الكورسات بتاعتنا. طيب انا دلوقتي ايه تاني من مميز معايا في الجزئية دي؟ طب العمود بتاع الكول التوتال ده ممكن اعمل فيه دوال؟ اه، ممكن مثلا استخدم دالة الكاونت. لو انا عايز اعد العدد بتاع الاسماء دي هختار دالة كاونت. طبعا انت ملاحظ انه مكتوب هنا عندي في الفورمولا بار دالة اسمها سب توتال، ودي هنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل في حلقات جاية. الجديد والمميز برضو جوه الجدول يا شباب، ان انا لو عملت، يعني انا دلوقتي هلغي جزئية التوتال رو دي علشان اتكلم معاك في موضوع مهم جدا جدا. انا هاجي هنا دلوقتي يا شباب وهستخدم دالة سم على اساس ان انا هجمع الرواتب الخاصة في المكان ده، وهدوس انتر. لاحظ ان هو اداني الرقم ده. طب لو انا حبيت دلوقتي ان انا ازود اسم كمان، ازود اسم كمان، هتقولي طب الاسم ده جه منين؟ اتفقت معاك ان انا هحكي لك قصة ازاي لما باجي اسحب اسم مش بيتكرر، لا بيجيب لي مجموعة تانية من الاسماء، بس مش وقتها دلوقتي. طيب لاحظ معايا الرقم الخاص بالجمع ده، لو انا جيت مثلا كتبت هنا 9000 ودوست انتر، ايه ده؟ ده جمع الرقم. طب وبعدين الاسم الزيادة اللي انا كتبته هنا ده، الاسم الزيادة اللي انا بكتبه حالا دلوقتي هيخش من جوه نطاق الجدول. لاحظ ان الجدول بيعمل ايه؟ بيعمل استريتش، بيتمدد. ولاحظ ان انا لو كتبت اي مجموعة ارقام هنا هيجمعها برضو في الخانة اللي موجودة هنا الخاصة بالراتب. ده مش موجود معاك في البوردر. البوردر بيبقى محكوم بالخلايا اللي انت شغال عليها بس. يعني لو انا عملت بوردر هنا كده وكتبت مجموعة ارقام وابتديت ان انا اجمع الارقام دي على بعض، هيطلع لي طبعا الناتج في الخانة دي، جمعت الارقام اهو بالطريقة اللي احنا متعودين عليها. لكن لو انا جيت تحت البوردر وكتبت اي مجموعة ارقام تانية على اساس ان هي تخش من ضمن نطاق الجمع، لاحظ انه ما دخلهاش، لان مش من خصائص البوردر ان هو يعمل تمدد، انما من خصائص الجدول. وعلشان كده بنصحك نصيحة، واحنا في البداية دلوقتي وبنعمل كورس الاكسل المستوى المبتدئ، انك الداتا بتاعتك دايما تحطها في جداول، احسن ليك من انك كل شوية تقعد تعدل في المعادلات والدوال اللي انت بتعملها كل ما تيجي تدخل رينج جديد على اساس انك تدخله جوه شغلك. لا، الاعتماد على الجداول هيسهل عليك الجزئية دي بمنتهى البساطة. كمان من مميزات الجدول يا شباب حاجة رائعة، يعني لو انا جيت مثلا هنا وكتبت المحافظات وابتديت ان انا اضيف مجموعة محافظات كده زي القاهرة والجيزة، القاهرة والجيزة، هعلم عليهم مع بعض وهسحب لتحت على اساس ان هو يبتدي ان هو يكررهم لي مع بعض، وهبدأ ازود شوية من نطاق الارقام اللي كانت موجودة دي. جوه الجدول من تيبل ديزاين ومن الخصائص بتاعته، ان انا عندي هنا حاجة اسمها ريفرش.
ريفريش دي لو انا الجدول ده داخل معايا في دوال تانية او معادلات تانية، لو عملت اي تعديلات فيه ورحت للمكان اللي انا شغال عليه وعملت ريفريش هلاقيه بيحدث المعلومات بنفسه، وده هنشوفه في الجزئيات المتقدمة في الكورس. انما اللي عايز اكلمك فيه هنا حاجة اسمها insert slicer، فلتر، ولكن فلتر رهيب، فلتر جميل قوي. احنا عارفين ان في عندي السهم ده واقدر استخدم منه الفلتر، يعني مثلا انا لو فتحت السهم ده يا شباب مش عايز اشوف الاسماء دي كلها، انا عايز اشوف بس مثلا عبد الرحمن، فهشيل سلكت اول وهعلم على عبد الرحمن واقول له اوكي. لاحظ ان هو اختصر الجدول، فلتر الجدول على عبد الرحمن. طب عايز الغي الفلتر، هضطر ان انا افتح المكان ده وهضطر ان انا اقول له كلير فلتر فروم نيم او من الاسم، هيرجع لي الاسماء مره تانية، وهكذا. لو عايز افلتر على محافظه القاهره افتح والغي السلكت اول وعلم على القاهره بس، ولو عايز الغي اضطر افتح وارجع واعمل. طب مفيش حاجه تسهل عليا في الفلتر المميز اللي اسمه انسرت سلايسر، هقولك عليه دلوقتي بعد ما تتعرف على خاصية جميلة برضو اسمها سورت. سورت سمولست لارجست، يعني هو هيرتب من الصغير للكبير. لاحظ ان هو رتب معايا الارقام من الصغير للكبير، ولو انا جيت قلت له سورت لارجست وسمولست هيرتب من الكبير للصغير، يبقى سمولست لارجست من الصغير للكبير ولارجست وسمولست من الكبير للصغير. طيب دي الحاجات اللي موجودة عندي هنا، وعندي حاجة اسمها sort by color، ودي لما نتكلم ان شاء الله في conditional formatting هقولك عليها. ومن ضمن برضو الحاجات الجميلة حاجة اسمها number filter، لو انت عايز تفلتر على الارقام وليكن الاكبر من 5000 تقدر تفتح من السهم ده وتقول له number filter وتختار هنا مثلا عندك greater than، اكبر من، اكبر من او يساوي، less than، اقل من، less than or equal to، between، زي ما انت عايز. انا هقول له مثلا greater than، اكبر من، هيقول لي انت عايز الارقام اللي اكبر من كام، هقول له اكبر من وليكن مثلا 5000. خلاص، هو دلوقتي اول ما دوست انتر طلع لي الارقام اللي اكبر من 5000. عايز الغي بفتح وبلغي، وممكن اعمل حاجات تانية جميلة زي توب 10، طبعا هيطلع لي اعلى 10، لو عايز اعلى 2، اعلى 100، بتفتح المكان ده وتبدأ تغير في القيمة الخاصة بالتوب 10 زي ما انت عايز. لو قلت مثلا اعلى 2 هيطلع لي اعلى 2 زي ما حضرتك شايف. كل الخصائص دي موجودة في الفلتر. طيب الفلتر بقى الخاص بالانسرت سلايسر ده ايه المميز فيه؟ تعال نبص مع بعض. هقول له انسرت سلايسر، وهاجي هنا اقول له ان انا عايز اعمل الفلتر ده على المحافظات، وهقول له او المحافظات والاسماء كمان، واقول له اوكي. لاحظ معايا انه بيظهر لي مجموعة جميلة جدا من الفلاتر. ممكن اعمل لده مينيمايز كده، اصغره شويه. طيب اجيبهم كده كمؤشرات او كحاجات كده موجوده على جنب زراير عندي. عايز افلتر على القاهره، اختار القاهره. لاحظ اب عايز الغي، بلغي من الاكس دي. بص السهوله والسلاسه، الجيزه. طب عايز الغي، بضغط عليها كليك، الغى من هنا. ولما بختار يا شباب المحافظه بيطلع لي هنا الاسماء اللي جوه المحافظه دي، يعني سعيد ووليد وخالد وجلال في الجيزه، انما عبد الرحمن وعامر وياسين وحسين واللي معمولين هيدن دول مش موجودين جوه الجيزه، مش موجودين في الجيزه. طيب ينفع ان انا الغيهم خالص ما بقاش شايفهم؟ ينفع. وان انا واقف على السلايسر ظهر معايا فوق الاوبشنز بتاعته اهي، ازاي ايه؟ انا ممكن اتحكم في الارتفاع بتاعه، ممكن اتحكم في الويتس الوسع بتاعه، ممكن اتحكم، لاحظ التغييرات تحت هنا، عدد الأعمدة، يعني مثلا ممكن أقسمه بدل ما هو في عمود واحد يبقى في عمودين زي كده، وده برضو الهايت والويتس، الألوان والديزاين، برينج فورورد وسند باكورد، دي لو أنا قدامي صور وعايز أطلع السلايسر ده قدامها أو وراها مش هنحتاجها دلوقتي، أخفي الحاجات اللي مش موجودة من كليك يمين على السلايسر، كليك يمين على السلايسر نفسه يا شباب في الحتة الفاضية اللي فوق دي، شايف المكان الفاضي ده؟ أهو هتدوس كليك يمين. وانا على فكره بحب ان انت توقف الفيديو وتجرب الجزئيات اللي انا بعملها الاول وبعد كده تكمل معايا مشاهده، ما تبقاش بتتفرج اكنك بتتفرج على فيلم، لان انت هتنسى الكلام ده. ومن طبيعه ومن اساسيات التطبيق بتاعنا في الكورس بتاعنا ان انت تشتغل بايدك، لازم تشتغل بايدك. كليك يمين يا شباب اهو في المكان الفاضي، وهنزل على حاجه اسمها سلايسر سيتنجز. سلايسر سيتنجز،
طيب انا عايز ايه من السلايسر سيتنجز؟ عايزه يعمل هايد ايتم وذ نو داتا. لو سمحت لما تبقى الحاجه مش موجوده اعمل لها هايد، مش عايز اشوفها اساسا عشان ما تلخبطنيش. اقول له اوكي. لاحظ انه شلك خالص الاسماء اللي ما كانت معموله هيدن هنا عشان ما تلخبطش نفسك. يبقى القاهره دول الناس اللي في القاهره بس، والجيزه دول الناس اللي في الجيزه بس. ودي ميزه رائعه من الخصائص الخاصه بالتيبل ديزاين او الجداول اللي موجوده في برنامج الاكسل. حاجه اخيره عايز اكلمك فيها علشان ما اطولش عليك اكتر من كده، اسمها ريموف دوبليكيت، ودي بتشلك الحاجات المكرره. يعني لسبب من الاسباب انت مش عايز تكرر بيانات، مش عايز تكرر ارقام، مش عايز تكرر حاجه. فهتيجي في العمود، يعني مثلا عندي هنا اهو وليد مكتوب مره واحده، هقوم مزود هنا وليد تاني كده، في عندي كام وليد؟ اتنين اهم. عايز اشيل الدوبليكيت المكرر، فهاجي هنا اقول له ريموف دوبليكيت من جوه التيبل ديزاين. هيقول لي طب انت عايز تشيل الريموف دوبليكيت من انهي عمود؟ هقول له انا عايز اشيل الريموف دوبليكيت، اقول له انسلكت اول من عمود الاسم بس، واقول له اوكي. طبعا هو هيأثر على الباقي. لاحظ ان هو شال لي الدوبليكيت الخاص بوليد اللي موجود تحت هنا وساب لي بس اول واحد. طيب انت ممكن تاخد دول على جنب، يعني تاخدهم كده كوبي وتحطهم في حته فاضيه خالص، وتعمل لهم تيبل خاص بيهم هم، تعمل لهم تيبل خاص بيهم هم اهو. وهقول له هنا مش عالم على ماي تيبل هاز هيدر دي خالص، وهاجي هنا اقول له ريموف دوبليكيت. لاحظ ان انا عندي هنا وليد وعلاء وفي وليد تاني اهو، فلما اقول له ريموف دوبليكيت بين الكولوم 1 وهقول له اوكي، قال لي 1 دوبليكيت فاليو فاوند اد ريموف 9 يونيك فاليوز ريمين. سبت لك 9 يونيك مش مكررين وشلت لك واحد المكرر زي ما انت شايف اهو. دي من مميزات ومن خصائص الجداول. يبقى انا اقدر كمان، يعني انا دلوقتي لو حبيت امسح بقى كلمه كولمز، كولمز دي مش عارف، قلت لك المره اللي فاتت انك تقدر تحول بقى الجدول من جدول لخلايا عاديه وتخفي قائمه ديزاين خالص بعد ما تخلص شغلك، تقول له كونفرت تو رينج، دو يو ونت تو كونفرت، عايز تحول الجدول ده لنورمال رينج؟ قول له ايوه عايز احوله لخلايا عاديه. لاحظ اقدر دلوقتي ان انا امسح الهيدر ده واقدر اعمل ميرج. كان طبعا مستحيل ان انت تعمل ميرج جوه الجدول، انا هرجع الجدول تاني علشان اثبت لك. وهنعلم المره دي على ماي تيبل هاز هيدر علشان احنا خلاص بقى عندنا هيدر اهو، عشان ما يحطليش هو الكولومن اللي عملها دي. عايز اعمل ميرج او دمج للخلايا، بص مش متاح الاوبشن، معمول له ايه؟ اخفاء هنا، يعني ما اقدرش اعمل ميرج للخلايا جوه الجدول. انما لما احوله الكونفرت تو رينج واجي اعمل ميرج، لاحظ الاوبشن بتاع الميرج اتفعل بعد ما امسح طبعا المسميات دي. قدرت ان انا اهو هكتب اي كلمه هنا، المواد مثلا، وكلها بقت موجوده في خانه واحده معمول لها ميرج، واوبشن الميرج موجود. دي كانت اهم الخصائص. طبعا اختفت قائمه تيبل ديزاين لان ده ما اصبحش جدول، اصبح نورمال رينج او خلايا زيها زي اللي فوقيها، ولكن هنا انا استفدت بالتنسيق وبالديزاين. طبعا اتمنى تكون بتستفاد معايا، ويكون الكورس ده ان شاء الله خير سند للجميع، علم مجانا تقدر ان انت تستفاد بيه وتنشره مع احبابك. وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جديده ورائعه. ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.